مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الدهرين. بسلام إلى رب نطلب من أجل السلام من العلا وخلاص نفوسنا إلى رب نطلب سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى رب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب باتريركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب يا رب ارحم. من أجل أبينا ورئيس كهنتنا بنديكتوس الكهنة المكرمين والخدام في المسيح جميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة جميع المدن والقرى المؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين الأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم سيدتنا الفائقة قدسها والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا
وكل حياتنا للمسيح الإله. تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. بشفاعة سلام إلى رب نطلب إليك لايصون. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. وليتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. مع جميع القديسين نودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. خلصنا يا من الله يا من قام من بين الأموات لنرى
بسلام إلى الرب نطلب. خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا ملايسون. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. مع جميع القديسين لنود أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. الصالح والمحب البشر ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. حكمة فلنستقم هلم نسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا. خلصنا لكي تعطي قنا من الألم. فيا حياتنا وقيامتنا يا رب مجدنا. هلم نبتدع العلم المنقر
الوصية الوسيط قلاد الخالق غير المردود. لا تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأ، بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحا. نحن صارخين إليك بإيمان، بادر إلى الشفاعة وأسرع يا والدات الإله. المتشفع دائما بمكرمك إلى ربنا اطلب لأنك قدوس أنت يا إلهنا، ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. يا من يمنح الطالب حكمة وفهما، ولا هم الذين ووضع توبة للخلاص، فكفلنا نحن عبيد بلد الله غير المستحقين أن نقف في هذا الشقاء أيضا أمام مجد مذبحه المقدس ونقدم له السجود والتمجيد المباشر له. أنت أيها السيد قبل الأخوان، وأيضا نحن خطأ التسبيح المتمم المقدوس، وافتقدنا صلاحك كل أن تكون لنا تعير الكلية مقدس نفوسنا والشارم، نحن أن نعبدك من جهة الآية عن حياتنا. Thank you.
شعبك وبارك ميراثك بنصر. إليك يا رب أصرخ إلهي حكمة وصلا من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين نصر. يا إخوة إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالاعتراف لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لأهواننا بل مجرب في كل شيء مثلنا ما خلا الخطيئة فلنقبل إذن بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد ثقة للإغاثة في أوانها فإن كل رئيس كهنة متخذ من الناس يقام لأجل الناس فيما هو لله ليقرب تقادم وذبائح عن الخطايا في إمكانه أن يشفق على الذين يجهلون ويضلون لكونه هو أيضا متلبسا بالضعف ولهذا يجب عليه أن يقرب عن الخطايا لأجل نفسه كما يقرب لأجل الشعب وليس أحد يأخذ لنفسه الكرامة بل من دعاه الله كما دعا هارون كذلك المسيح لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة بل الذي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك كما يقول في موضع آخر أنت كاهن إلى الأب على رتبة ملك صادق السلام لك أيها القارئ حكمة فلنستقم ولنستمع قراءة الإنجيل المقدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر المجد لك يا رب المجد لنصغي قال الرب من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها فإنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أم ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه لأن من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ يستحي به ابن البشر متى أتى في مجد أبيه مع الملائكة القديسين
وقال لهم الحق أقول لكم إن قوما من القائمين هاهنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوته. لنقل كلنا من كل نفوسنا ومن كل نياتنا لنقول يا ليسك يا ليسك يا ليسك. أيها رب الضابط الكل إله أبائنا نطلب إليك فاستجب وارحم. ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. يا ليسك يا ليسك يا ليسك. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين يا رب ارحم يا رب ارحم يا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا بنادكتوس وكل إخوتنا في المسيح. يا ليسك يا ليسك واسبغ رأفتك علينا وعلى كل شعبك المتوقع من لدنك الرحمة الغنية، لأنك الإله الرحيم والمحب البشر ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. صلوا أيها الموعوظون للرب أيها المؤمنون من أجل الموعوظين لنطلب لكي يرحمهم الرب ويعظهم بكلمة الحق ويعلن لهم بشارة البر ويجعلهم متحدين بكنيسته المقدسة الجامعة الرسولية. خلص وارحم وأعضد واحفظهم يا الله بنعمتك. كم للرب يا شهداء يا من أسلمنا ربنا وإلهنا يسوع المسيح خلاصا لجنس البشر، انظر إلى عبيدك الموعوظين الذين أحنوا لك أعناقهم وأهلهم في الوقت الملائم لحميم إعادة الولادة ولغفران الخطايا ولسربال عدم الفساد، واجعلهم متحدين بكنيستك المقدسة الجامعة الرسولية واحصهم في رعيتك المختارة لكي يمجدوهم أيضا معنا اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. يا كل الموعوظين أخرجوا أيها الموعوظون أخرجوا، يا كل الموعوظين اخرجوا لا يبقى احد من الموعوظين، يا كل المؤمنين ايضا وايضا بسلام الى الرب نطلب. لدى مذبحه المقدس وان نشدو ملتجئين الى رأفاته من اجل خطايانا وجهالات الشعب، وتقبل يا الله طلبتنا واجعلنا اهلا لان نقدم لك طلبات وتضرعات وذبائح غير دموية من أجل كل شعبك، واجعلنا بقوة روحك القدوس نحن الذين وضعتهم في خدمتك هذه كفأ لأن ندعوك مستغيثين بك في كل وقت ومكان بلا دينونة ولا عثرة وبشهادة من ضمائرنا نقية،
حتى تستمعنا وتكون متعطفا علينا بموفور صلاحك. اودد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. نتضرع إليك أيها الصالح المحب البشر طالبين أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل الأدناس الجسدية والروحية، وتمنحنا أن نتمثل أمام مذبحك المقدس غير ملومين ولا مدينين. وهب أيضا الذين يصلون معنا يا الله النجاح في المعيشة وفي الإيمان وفي الفهم الروحي، وامنحهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة غير ملومين، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة غير مدينين، ويستحق ملكوتك السماوي. اودد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا أيها حكمة حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرسل لك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين.
والسلام للعالم ربنا السلام. بسلام وتوبة ربنا السلام. ورزقك رياء أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسان. استجب يا رب. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب برفاة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والصانع الحياة الآن كل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. السلام لجميع بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر بأب وابن وروح القدس ثالوث متساوي لنصغي. أؤمنوا بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. أمين. لنقف حسنا لنقف بخوف
لنصغ إلى تقديم القربان المقدس بسلام. محبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. ومع روحك. لنجعل قلوبنا Whoa.
خاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. بواجب الفيها لخطى مضبر بسلام صحيحين معافين مكرمين مديدي الأيام مفصلين كلمة حقك باستقامة ونسبح اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك أيضا. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى رب نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى رب نطلب
أجل إلهنا المحب البشر الذي تقبل على مذبح السماء والعقل المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا وضع النعمة للأيام وموهبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى رب نطلب اعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطية رب نسان ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا رب نسان غفرانا خطايانا صفا عن ذنوبنا رب نسان الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم يا رب نسان أن نقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة يا رب نسان أن تكون واخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسان بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عن أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنحمي رؤوسنا للرب ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معهم ومع روحك الكلي قدسه الصالح والصانع الحياة الآن وكل أوان وإلى
الفساد للقديسين. قدوس واحد رب واحد يسوع خوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا in a
إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهي المقدس الطاهر غير المائتة السماوية المحية الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. اعطد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا لأنك أنت هو تقديسنا ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا رب يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتكلون عليه. خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملء كنيستك وقدس الذين يحبون بهاء بيتك. أنت شرفهم عوض ذلك بقدرتك الإلهية، ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك. وهب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، فإن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. فلك نرسل المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لك أيها المسيح الإله يا رجاءنا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم رب بارك يا آب. أيها المسيح الإله الحقيقي، يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة البريئة من كل عيب، وبقوة الصليب الكريم المحيي، وبنعمة القبر المقدس القابل الحياة، وبطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد والغير الهيولية، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل كلي مديحهم، والقديس المجيد الرسول كلي مديحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديسين المشرفين الشهداء الحسنين الظفر، والقديسين المشرفين الملكين العظيمين المتوجين من الله والمعادلين الرسل قسطنطين وهيلاني، وأبانا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين السليقين جدي المسيح الإله يواكيم وحنه، والقديسين المستشهدين والنساب والمعترفين والمتوحدين الذين أشرقوا في الأردن قديسي فيلادلفيا الذين نقيم تذكارهم الآن، وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية صاحب هذه الخدمة الشريفة وجميع قديسيك، ارحمنا وخلصنا بما أنك الصالح والمحب البشر. بصلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين.
Yeah.